اللي الناس بيقولوا لك حكومة سياسية، تعديل وزارة، كل حدا عم يطلب شيء تكنوقراط، طب هذا يدل انه ما رح يصير في حكومة. هل أنت يعني تفضل إشراك التغييريين في الحكومة أم أنت بتضم صوتك إلى صوت بعدم المشاركة في هذه الحكومة؟ هني هلأ ما رح يشاركوا مش للأسباب اللي أعلنوها، هني ما رح يشاركوا تقديري لأنه في موجة شارع جديدة جاية، وما حدا بده يكون قاعد على البلكون اللي عم ينكب عليه البيض. كل الناس بدها تنتحل صفة أو تنضم أو تقعد على بكير تحت. جاي شارع جديد من هلأ لأقل من سنة لأنه بده ينفجر البلد، وما في حلول، يعني تشكلت أو ما تشكلت الحكومة ما في حلول، لا على المستوى المحلي في حلول، ولا رح نطلع نفط، ولا رح العرب يرضوا على علاقتنا فيهم وعلاقتهم فينا للأسباب كلها اللي ذكرناها بهذا الحديث، ولا الغرب رح يمد إيديه لنا. مشان هيك رايحين على مثل ما قلت لك شت داون، مش انهيار، خلص بدنا نطفي ونشوف شو بدنا نعمل، يعني مثل ما صار بمرفق بيروت شت داون كامل خلص، وبعد حنشوف اشياء بتشبهه يمكن بالمرحله الجاي، وبالاخر الناس بدها تنزل على الشارع، بدها تخرج شاهره سيوفها، يعني وما حدا عباله يكون بالحكومه بهاللحظه. وحتى خطاب النواب التغييريين من بعبدا كان واضح انه عم بيكون في اشاره انه عوده الناس الى الشارع، ولكن يعني هلا اذا بنطبق مبدا كلهم يعني كلهم بدنا نظهر ضدهم كمان شك، بس شو يعني بعدهم امبارح دخلوا القصر، امبارح او اول امبارح مش صاروا جزء من البرلمان اللي ما عم يقدر يقدم حلول مثلا؟ انا ضد فكره كلهم يعني كلهم، بس عم اقول انه اذا قامت بكره موجه احتجاجات جديده هني حيقولوا مشكلنا نحن من امبارح، طب ما في غيرك من اول امبارح وفي غيرك من اسبوع بهذا المعنى يعني. طيب بس حتى الناس يعني لما سمعنا خطاب النائب فراس حمدان من بعبدا انه بدكم تلاقونا كلكم الى الشارع، طب اليوم الناس كمان من حقها تفكر انه اذا انتم مش قادرين تتوحدوا، شفنا 10 اصوات الى السفير نواف سلام وثلاث اصوات اعترضوا، طب اذا انتم مش قادرين تتوحدوا كيف بدكم توحدوا كل هالمعترضين او الناس اللي راح عم بتثور ضد هذه الطبقه السياسيه وتمشون وراكم؟ يعني الناس ما نزلت اول شيء، خلينا نرجع لكمان بدايه الحكايه تبع 17 تشرين، وما حدا نزل الناس، يعني فراس حمدان ما كان 16 تشرين 2019، ولا كانت حليمة يعني ضريبة الواتساب هي اللي نزلت، اللي نزل الناس هو الوجع، واللي وسع البكار الاحتجاجي هو انفلاش الأزمة، بلشت الناس تفقد وظيفها، بلشت الشركات تتسكر، بلش الدولار يطلع والأجور تفقد قيمتها، صارت تنضم شرائح شعبية إضافية للاحتجاجات بالأشهر الأولى. هذا اللي عمل هلأ حليمة وفراس، هن من الناس اللي قيد لهم ولهن أنه يحصدوا ثمار هاي الثورة على المستوى الفردي والسياسي، بس هذا ما بيعني أنهن قادة الثورة. قادة الثورة هن ناس مختلفين اللي نزلوا العالم واللي عملوا اللي عملوا المشاهد الكبيرة قدام التلفزيونات، واللي الناس اللي قالت كيف جوعانين وكيف ما عندهم خبز وكيف ما عندهم أكل، والأولاد اللي صنع الثورة مش حليمة وفراس، بالتالي مش هني رح ينزلوا الناس. هلا إذا بيدعوا لمظاهرة ما بيجي 100 شخص، يعني اللي رح ينزل الناس هو الشت داون اللي سيلي مرحلة الانهيار. طيب برأيك قبل مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية رح يكون في هذه الـ يمكن ردة الفعل من الناس، ولا لا من بعد هذا الاستحقاق؟ هو على ما يبدو بعد الفراغ، إذا صار فراغ والأرجح يصير فراغ، لأنه يعني بناء على المعطيات وعلى سلوك مثل ما هلأ حكي النائب محمد رعد، ما يبدو أنه بانتخابات رئاسة الجمهورية رح يروحوا على تسوية، يعني مقررين الجماعة مجد من رماد، يعني خلص علي وعلى أعدائي. غزة ما شفنا عن المدن اللي فاتوا عليها وسيطروا عليها، طلعي هي المستقبل تبعنا، يعني حنصير مثل ما صار وغيرنا. لا نحكي شوي بموضوع رئاسة الجمهورية، وخصوصا أنه في ناس كتير عم تربط مواقف الكتل إن كان بالتكليف أو بالتأليف بموضوع استحقاق انتخاب رئاسة الجمهورية. هل ترى أساسا رح يكون في رئيس ضمن هذه المدة الدستورية؟
إذا في تسوية هلا راحت فيينا صار قطر وعمان، إذا رأت المنطقة شوي قد تتأمن أجواء لانتخاب رئيس جمهورية بلبنان. بس مثل ما عم قول سلوك الطرف الحاكم اليوم والكتلة اللي تدعي إنها أكثرية هي أقلية. يعني أنا سميتها حكومة الأونطة، 54 من 128 42% من النواب عم يتحضروا ليحكموا البلد. هن لو كانوا 30% هن حاكمين البلد. ساعة بالمجلس النيابي مثل 2018، ساعة بالسلاح مثل 7 أيار والدوحة، وساعة بالتهديد مثل حكومة القمصان السود بال 2011 بعد انتخابات 2009. كل مرة كان عندهم طريقة ليحكموا البلد، يا بالقوة يا بالمؤسسات إذا قادرين بالمؤسسات. هلأ مش قادرين بالمؤسسات، وأنا أخشى ما أخشى أنه سلوكهم حين يعني بس يكونوا خارج القدرة على الحكم من المؤسسات بيحكموا من برا. بس الأكيد الأكيد أنه انتهى زمن الرئيس القوي في طائفته. يعني الاتفاق اللي صار ببكركي برأيك خلاص صار ورانا؟ مش أنا قلتك، البطرك قال كلام يشبه هالكلام من أسبوع أو اثنين، انه الرئيس بده يكون قوي بكل لبنان، ما بقى الرئيس هو قوي بطائفته. طيب بس رح ننتقل اكيد للقاء الديمقراطي للاستماع الى كلمته ما بعد لقاء الرئيس المخلف نجيب الفاتح. هي بدها توضيح دكتور بلال حسب عزية مين رح يقول. اوكي، خرجوا لكن من دون الادلاء باي تصريح من مجلس النواب. كنت عم تحكي عن موضوع رئاسة الجمهورية واتفاق بكركي، بس الوزير جبران باسيل صحيح انه موقف البطريرك كان انه خلص تخطى لهذا الاتفاق، ولكن الوزير جبران باسيل مش عم قول تخطى، عم قول الكلام بمعنى انه الرئيس يكون قوي بكل لبنان، ومنضيف عليه انه لازم يكون الرئيس قوي مش في طائفته، في لبنان على المستوى الوطني وقوي بعلاقات لبنان العربية والدولية. طيب. يعني ما فينا نجيب حسان دياب نموذج حسان دياب على رئاسة الجمهورية. يعني حدا بيشتغل عند حدا بيشتغل عند حدا بيشتغل عند حزب الله، ما بقى تزبط. طيب بس ما هو اتفاق بكركي كان انه يكون يعني يمثل بطائفته ومقبول وطنيا ايضا. في كثير ناس، شو يعني يمثل؟ تمثيل النيابي قصدك؟ في ناس تمثل بس مش نواب. يعني هيدي جوزيف عون بيمثل بطائفته او ما بيمثل مثلا؟ يعني شو المقياس يمثل كيف؟ بده تعديل دستوري ولكن مش عم اقول انا، اللي عم اقول يمثل يعني يمثل بالوجدان المسيحي، وهل يكفي الوجدان المسيحي؟ قائد الجيش كل عمره يمثل بالوجدان المسيحي، بس هل يكفي الوجدان المسيحي؟ طيب بس البعض يرى أنه رئيس تيار المردى يمثل بالوجدان المسيحي ويمثل على الصعيد الوطني وله علاقات لا يستهان بها، إن كان عربيا أو إن كان أوروبيا أو إن يعني كان غربيا، وحتى مع السعودية ما في أي إشكالية بينه وبين السعودية. في مقال منشور اليوم بأساس ميديا بيقول غير هيك، بيقول أنه في مصادر نقلت أنه ربما يكونوا السعوديين ما عاد موقفهم من بيت فرنجية مثل ما كان قبل. والسبب؟ ما بعرف، يعني هي مصادر منقولة. بس المهم أنه فرنجية يمثل نائب بصغرته، يعني مثله مثل ميشيل الدويهي، وكيف يكون بيمثل بالوجدان المسيحي؟ يعني هو عنده نائب بالبرلمان، بأي وجدان بيمثل؟ اللي بيمثله هن الكتلتين العابرين للمناطق مسيحيا، القوات وجبران باسيل. بس برضو عم نقول اللي بده يكون يمثل لبنان بالمرحلة المقبلة، ونحن بلحظة انهيار ولحظة شتداون، مش بلحظة طرف مذهبي انه انا اقوى فانا بجي، لا انت اقوى تعال نشوف مين اقوى، بنعمل كباش بالانتخابات، اللي بياخد الكتلة الاكبر مش مزبوط، مش هيك. في لحظة انهيار، هاي اللحظة أكثر من أي زمن مضى بحاجة فيها لبنان للحضن العربي والدولي، وبالتالي هذا الحضن العربي والدولي بده يكون موافق على رئيس الجمهورية شئنا ما بيننا.